احكي اي شيء غير انه انا حابه اعيش الحياه. مور احب ارجع لايام زمان. خلينا نقول انه الكلام اللي رح ينحكى حاليا هو كلام من قلب للقلب. صباح الخير، جود مورنينج. عيني بعضهم منفوخين لاني صاحيه من شوي من النوم، عندي عطله حاليا الساعه 1:20 تقريبا، عندي عطله لهيك بنام وبصحى بكيفي. كان المفروض انه بدايه الفلوج هذا تبلش بيوغا عن لغيت الكلاس تبع اليوغا تبعي، بس راح نبلشها بشي انتم مش متوقعينه. راح نبلش الفلوج تبعنا بجلسة بوتوكس، اول مرة في حياتي اسوي هالشي. بدي احقن هالمنطقة زي ما شايفين هاي، بدي هيك احقنها لانه البوتوكس هو عبارة عن وقاية من التجاعيد المبكرة وليست نهاية التجاعيد. لما حكيت لصاحباتي ولعائلتي بعدك كثير صغيرة ليش عم تسوي هالشيء، فبدي من العالم تفهم انه البوتوكس لازم تسويه وانت صغير لانه بعدين نتائجه ما رح تكون منيح، لانه هو عبارة عن وقاية. انا بحس اني من اليوتيوبر اللي يقدموا محتوى على الطب كثير مختلفين، اني عم باخذكم من جوانب حياتي والاشياء اللي انا عم سويها بعيدا عن الطب. فالاسبوع هذا، فلوج الاسبوع هذا، نصه رح يكون فيه حياتي انا ونصه الثاني رح يكون فيه حياتي كطالب الطب، لانه عندي عطلة من هون ليوم الاربعاء. يوم الخميس برجع اداوم وتبلش سايكل جديدة اللي هي تروماتولوجي. على فكرة انا خلصت الجيناكولوجي الحمد لله، كانت عن جد سايكل كثير حلوة خفيفة على القلب، ترى بتجنن. الحمد لله انه استفدنا فيها. احنا عنا هون في روسيا الأوبستريكس ناخذها سنة رابعة، الجيناكولوجي ناخذها سنة خامسة، وكمان نكمل في سنة سادسة الامتحان الفاينل، فهي بتتقسم مش زي نظام الدول العربية. وبس هيك اصدقائي، اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني انا ميرا المرمورة الحلوة الامورة، حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تحبوني تحت في التعليقات. كمان رح نسوي في اليوم رح اروح اشترك في الجيم، ما رح ارجع اتمرن حديد طبعا، نفسي اروح اتمرن واسوي كوتش برايفت واسوي هالشي بس لسلامتي ظهري لن افعل هذا الشيء. ولكن ما ساقوم به يا اصدقائي اني انا رح اشترك في الجيم، عشان الجيم اللي كنت بتمرن فيه زمان لو بتذكروا السنة الماضية هذاك في حصص كثير تبع يوغا، فقلت اني انا راح افوت لكل حصص اليوغا على حسب وقتي اللي بتكون بالليل، وكمان افوت البيليتس خلافا على البرايفت كوتش تبعي هاي، لاني انا بتعرفوا انه انا مسوي برايفت كوتش لليوغا، بسوي حصتين في الاسبوع. بدي احس اني انا اسوي رياضه عشان التزم في الاكل، كل ما انا عم حس انه انا مش عم سوي رياضه بتلاقيني بلجأ للاكل العاطفي. ما بعرف كيف تعلقت بالرياضة بهالطريقة الغبية، بس هذا اللي صاير معي. anyway ما في وقت، لازم اشرب قهوتي بسرعة ونروح للعيادة. بشوفكم في العيادة. هذا هو التوكس تبعنا الصباح يا اصدقائي، فلنلتقي ونحن نجمل هذا الوجه الجميل. وعلى فكرة بدي انوه انه البوتوكس مش راح يغير في وشي ولا شيء، شايفين التغيير، شايفين هاي هاي هاي، بس اللي مش راح تكون موجودة، بس وشي راح يكون هو نفسه، هي مش شي بيغير الوش، انا مستحيل اغير وجهي، بحب وجهي الطبيعي، بحب انا كيف ما انا، بس هذا للوقاية من التجاعيد المبكرة فقط. Without anesthesia دكتور. Yes, yes. More. Relax. Contraindication for Botox? Yes, there is 2 weeks. No hammam, no sauna. After 4 hours, so now it's 2 o'clock. Till 6 o'clock, you don't put your head down. Okay. Understand? Why? Diffusion. Okay. Painful? No. You see the result after 5-7 days, but after 14 day you will see final result. Okay, because it's russification. The brand is yes.
هذا الثاني يوم بعد البوتوكس. ما بعرف خليني افرجيكم، عم فرجيكم بس انه قالت لي الريزلتس بيبينوا بعد 14 يوم فلسه شايفين. المهم عندي حاليا الطرق السبع اليوم، عندي كثير اشياء لازم اسويها وصحية متأخر وضليت اشوف في فيلم اتمرقع. هلا الساعة 6:40، عندي بعد 20 دقيقة مقابلة consultation، مش مقابلة consultation، شو تعني بالعربي مقابلة مفيد، consultation مع nutritionist تبعي. بعدين عندي درس لغة روسية اونلاين، درس خصوصي. بعدين بدي انظف الشقة، بعدين بدي ارمي الزبالة، بعدين لازمني ابلش اذاكر تروماتولوجي. بدي هو رح نبلش يوم الخميس بس بدي اجهز من يوم الثلاثاء شوي، فشكلي رح اسهر للصبح. تقريبا هذول اهم الاشياء اللي انا لازم اسويهم، بس لانه انا عندي 20 دقيقة قبل المقابلة فبدي 10 دقائق اكتب فيهم شو هو اللي انا الاشياء اللي بدي احكي لها عليها للدكتورة أخصائي التغذية. So this is the update. أسرع عشاء ممكن يسوي أي شخص ممكن ربع ساعة، عشان ما عندي وقت لازمني أروح لقاعة الرياضة. Good morning صديقاتي، اليوم يوم الخميس. خلينا نشوف البوتوكس. لاحظت شيء؟ شايفين لما كنت اعليهم كان في اشياء، كان في لايك غيد، حاليا ما فيش. ما بعرف ماني متعودة على هالشي، فحس حالي غريبة انه كأنه وجهي مشدود. انه ليش مشدود وجهي كثير؟ عرفتوا؟ بحب يكون شوي مرخي انه ليش هيك مشدود. المفيد انا اصلا الصباح قاعدة قلت لازمني افتح الكاميرا واحكي معكم شوي بما انه في مراهقات عم بيتابعوني. خلينا نقول انه الكلام اللي رح ينحكى حاليا هو كلام من قلب للقلب، مو عشان انا سويت بوتوكس يعني واحدة فيكم لازم هتسوي بوتوكس. انا بس عم شارك حياتي، الاكسبيرينس تبعي، لانه انا بؤمن بالبوزيتيف ايجينج. مو لازم انت تؤمني بالبوزيتيف ايجينج، ممكن انت بدك يعني لما تصيري 40 سنة او 50 سنة يبان عليك السن. في ناس ما بتحب، في ناس بتؤمن بالبوزيتيف ايجينج وهي الاشياء. فلا تحسي حالك انه العالم كله رايح للاتجاه هذا او في ناس عم بتسوي هاي الاشياء. يعني انت لازم تسوي هالشيء، تسوي شيء اللي تؤمني بيه. كمان اذا عم تشوفيني هاي عندها برايفت كوتش ما بعرفش ايش وبتشتري الاشياء اللي بدها، لانه في بعض الناس بتفكر هيك وانا بكون مصدومة انه طيب انا زيهم، انا قريبة منهم، ليش بيفكروا هيك؟ بحب قلك انه انا اذا بشتري اليوم او بسوي بوتوكس، انا اول شيء بكون حاسبة هالشيء وحاسبة ظروفي. راح اعطيكم مثال، انا بدي حاليا اشتري سكين كير روتين. انا بعرف انه سكين كير تبعي راح ينتهي على ابريل، فمن حاليا راح احط لكم هون يعني سكرين شوت
حاطة شو أنا بدي أشتري، قديش رح يكلفوني، من فين بدي أشتريهم، حاطة حتى صورة البرودكت وكيف بدي أجمعهم الفلوس، لأنه ما فيني أدفع هالمبلغ هذا كله مرة واحدة، لأنه عندي إيجار، ما بعرفش عندي الجيم لازم أدفعه، عندي دكتور تغذية لازم أدفعها، عندي ترانسبور، عندي أكل. فاللي حابة أقوله أنه مش الشيء اللي أنا بحبه على طول فيني أشتري، يعني ما عنديش هاي الرفاهية في حياتي، لازم أدخر، لازم أعرف كيف أوزع فلوسي. فإذا أنت شفتيني مثلا، لأنه بعض الناس، ليش أنا عم بحكي هالشي، بعض الناس بتفكر والله شفت ميرا اشترت شي فلاني، بعدين ميرا اشترت شي فلاني، أوه ماي جاد أنا بدي أكون زي ميرا. لا، أنت شفتيني شو اشتريت مثلا في شهر 6 في الصيف مثلا شيء، بعدين انا في شهر 1 اشتريت شيء. عرفتوا اللي انا بحكي لكم، انه الناس اللي انها بس تشوف مقاطع فخلاص انا شفت اشتريت هذا وهذا، بس ما بتشوف الفترة الزمنية اللي الشخص ممكن ادخر فيها، ما بعرفش انا اشتغل فيها اللي هو. فانا هون ريمايندر حتى اذكرك بهالشيء، عشان ما بتحسي حالك في ضغط عليك، انا كمان بدي اشتري وما فيني اشتري، ما بعرفش ايش. يعني بعرف، بحس فيكم خاصة المراهقات، يعني كلنا بنات وبنحب الشغلات اللي بنشوفها عند البنات وهكذا. حبيت لكم هالشي وافضلكم عشان ما تحسوا حالكم اقل باي طريقه، وعيشوا بطريقه تفكيركم. بدك تسوي بوتوكس سوي، ما بدك تسوي بوتوكس ما بتسوي، ما عندك حاليا بدك تسوي بوتوكس وما عندك حاليا فلوس ادخري عشان تقدري تسويه وهكذا. اسفه انه انا امبارح ما حكيت معكم، كان يومي جدا سريع، فكنت يدوبك اني انا عم لحق اليوم، عندي روسي، المفروض انه اليوم نبلش كمان تروماتولوجي، ولكن الكافيدرا قالت لنا انه رح نبلش بكرة، رح ناخذ مع الكافيدرا. اليوم لازمنا نذاكر، اول شيء لازمني اذاكر روسي، عندي هومورك لازمني اسويه وتروماتولوجي، فرجعنا للمذاكرة.
وقت الطبخ يا أصدقائي. جيت عشان أسوي قهوة فلقيت ما عنديش حليب، فروحت طلبت طلب أونلاين وقلت خليني أسوي العشاء الأول بعدين أذاكر. فهنا قطعت الخضروات، في عندي هون يعني 250 جرام من الدجاج. ما سأقوم به، ما ظلش عندي أي تعبير يا جماعة، حاسة حالي صرت إنسان مختلف. بدي أكل وأطبخ فيها النص ساعة هاي عشان أتليست أبلش مع العشرة وربع هيك أذاكر. أضلني صاحية للصبح عشان أذاكر هيك وأروح لمحاضرتي، لأنه عندي مشكلة كبيرة مع النوم. نومي متخربط، كان نومي صفا في الجينيكولوجي روتيشن، فجأة انقلب مش فاهمة ليش. But we gonna solve this baby. مش براحتي خالص، لازم اروح اطبخ لانه انا اعيشكم اجواء الحرية وما بعرفش ايش، وبعدين نرجع للمطبخ، نرجع للواقع ونطبخ، لانه لو ما طبخنا ما في اكل. الغنية انتشرت تقريبا وانا مراهقة وكنت هيك بغنية وكل حماس والحرية والحرية، وبعدين بروح اجري المواعين. والحمد لله يعني بعد كمان شي 14 سنة اخرى من بعد هاي الغنية هاي ما تغير ولا شي في حياتي، وبعدني بسمعها وبروح للمطبخ. الحمد لله فيش رحمة الله ميرا. سو رح بلش هلا مذاكرة، تعرفوا انه احنا بلشنا تروماتولوجي روتيشن تبعنا، بس كثير قصيرة يا جماعة، روتيشن كثير قصيرة، والمشكلة انهم بدهم يانا نكون متمكنين من كل المعلومات. For example ABCDE survey, primary survey، لازم نكون متمكنين من الاكزامينيشن وعارفين كل التفاصيل، وهذا كله في وقت جدا 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 قصير. يعني مثلا اعطيكم مثال، محاضرت مبارح كيف كانت، هاي لازم كل هالمعلومات اكون انا مذكرت لها، لانه الدكتور حيسألني اول شيء لازمني اراجع الاناتومي، لانه راح يسالني في الاناتومي، لانه اللي بيعطونا هم اورثوبيديك، اللي بيعطونا الماده دكاتره عظام جراحه عظام، فبيسالوا كثير في الاناتومي. اول شيء يعني يبلشوا بالاناتومي، الفراكتشرز تبع سكابولا، كلافيكول، ريبس، ستيرنم، وايش كمان، كمان الكومبليكيشن تبعها الايرلي اند ليت كومبليكيشن، وكمان على الهاندز. لازم تعطي الاكزامينيشن كيف راح تعمل primary survey من الأول، شو اسمها، كيف راح تسوي البالس، for example مثلا لازم أسوي radial pulse، شو هي examination اللي لازم نسويها عشان تثبت إنه شو اسمها brachial plexus، يعني ما فيش أي injury، إذا subclavian vessels فيها أي injury. في كثير أشياء، كثير معلومات وبدها تفوت في 24 ساعة بس. الموضوع متعب بصراحة، بس كثير مهمة هاي المادة لأي دكتور. طبعا أنا مش هتخصص في أي شيء له علاقة بالأورثوبيديك وإلا يعني الإمرجنسي، not me at all، بس إنه ضروري إني أنا أعرف هاي الأشياء هاي، لأنه في الانترنشيب بدي أكون في الطوارئ، وزمام الأمور كلها بيعطونا إحنا، يعني especially إذا أنا قررت أسويها في تونس. في تونس كل شيء عليك، في كطبيب امتياز أنت حرفياً دكتور، فكل شيء أنت بتسويه، وممكن تطلب مساعدة إذا كان عن جد تحتاج مساعدة، ولأنه ممكن تتهزأ عادي جداً.
بعرفش الدول العربية الثانية هل طبيب الامتياز عندكم هو اللي بيسوي كل شيء او لا، او مش زي في تونس، لاني بحس في تونس كثير كثير يعطوا عملي، كثير يعطوا عملي حتى للطلاب نفسهم، يعني لو تابعوا وئان صديقتي يعني يعني فاتت العملية الجراحية السنة الماضية والريزيدنت اعطتها تخيط في عملية جراحية، يعني او ماي جاد قديش انه كثير ام سو براود بصراحة بالحاجة هذي في تونس، انه they give يعني يعطوا opportunity انك انت you practice، على عكس هون في روسيا no at all لازمك يعني يعطوك الفرصة انك تشوف بس انك يعني تسوي الشيء الا ما بيعطوك. anyway long story short لازم هلا نبلش نذاكر. قديش الساعة؟ الساعة 11 وربع. ان شاء الله اني اكمل الدرس اليوم، ما بعرف، بعرف انه درس تبعنا بيحكي على الاميرس بس ما بعرف وشو هي الديتيلز تبع الدرس. Let's get it started. Let's get it started with cheers. شعمل ايسد كوفي. كتير 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 اشتقت للايام اللي كنا بنذاكر فيها السنة الماضية، اللي كنت بضل فيها قاعدة بالساعات قاعدة على الكرسي بدون اي الم. حاليا بصور لكم شوي وبروح هيك اذكر شوي على التخت، بصور لكم شوي بس تحسنت الحمد لله، في تحسن اكيد، يعني زمان ما كنت بقدر اضاين نص ساعة، حاليا فيني اضل ساعتين، فالحمد لله يا ربي الحمد لله. من كنا وين اصبحنا؟ بس مازال المرض موجود ولكن الحمد لله. لا تنسوا تحطوا لايك، تحبوني في التعليقات، تابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم الانستغرام، and I love you so much يا عمري الحلو، ولا توحشتكم برشا 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 برشا، وربي يشهد على كلامي متوحشتكم. والبارح تلموا متوحشتكم، متوحش السوشيال ميديا، معناها الكوميونيكيشن اللي ما بيناتنا في اليوتيوب، بقيت نقرا في التعليقات تبعكم القديمة على فيديوهاتي، فحسيت هيك بالحب. ويلا ليتس فيلم، يلا خلينا نصور لهم هالفيديو هذا. انا والشوق طول الليل بحي نشوفوا اسم الدرس. بعد ما نظفت السمكات بدنا نوزنهم. رح نجرب اليوم القهوة اللي جبناها لصديقاتي اللي بدي ارحل بيت، ونشوف كيف رح تضبط معنا. Oh baby I love your madness, it's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane and they're riding away, but I just love to play in your fun and your games.
pieces. Yeah, I need it. Won't you bend a moment? Life is so easy. الأسبوع هذا ظهري كثير عم يوجعني صاير بسبب إنه أنا صار عم ذكر كثير على الطاولة. شكلي رح روح أذكر بالموبايل، يعني أفضل من إني أنا أكتب وأسوي سكرين شوت وأحفظهم. يعني أنا بما إنه نومي مخربط وما بعرفش إيش قررت اليوم، هاي إحنا على فكرة هذا آخر يوم أنا رح صوره لإلكم في الفلوغ تبعنا، فقررت إني أنا ما أنام، يعني رح ظلني يعني صاحية لحد العشية. أوريدي إحنا دخلنا في يوم جديد، هلا عندي تقريبا ساعة 3 إلا ربع ساعة، رح أظل أذاكر للصبح بعدين أروح لدوام جماعتي، لإني فتت على الإنستغرام صدفة لقيت كثير كثير رسائل على الإنستغرام إنه ميرا فينك، بما فيهم سجا لقيت اليوتيوبر سجا بتعرفوها، إنه قلت إنه وصلت إنه سجا يعني بتسأل علي إنه كفينك إنه هالقد أنا واضح إنه أنا غايبة، فبدي أقول إنه أنا بخير، كل شيء بخير زي ما أنتوا شايفين، كأي شيء غير إنه أنا حابة أعيش الحياة، حابة أعيش واقعي، أحب أرجع لأيام زمان اللي كلنا كونكتد مع بعض، وإذا حتى يعني رح أكون موجودة على الإنستغرام بدي أنشر كونتنت وأطلع. ما عاد بدي اي سكرول حياة الناس واقارن وهم اصغر مني في السن وعندهم هيك وانا بعد يعني بكافح، او هي قدي في العمر وعندها هير اون بزنس وانا بعدني اصلا ما ابتديت ولا عندي اي شيء، فهمتوا؟ بضل كثير مقارنات وبكر حياتي وقول انه انا ليش هيك وما بعرفش ايش. ما عاد بدي استهلك السوشيال ميديا، هي الفكرة، بدي اعطي كونتنت، خلاص حطيت هالكونتنت هذا بكا، السلام عليكم. وبما انه ما فيش الهام، فهذا اللي مخليني انه انا مش موجودة كثير حاليا على الانستغرام، ولاني قاعدة بفكر شو هو الكونتنت اللي انا بقدر اقدمه في الانستغرام بدون ما يأثر على واقعي او على حياتي او يجيب لي هاي الانرجي. بس هيك حبيت اوضح لكم هالشي، وشكرا لكل شخص سأل عني، وما توقعت انه اصلا حدا يلاحظ غيابي. أصحاب الشهادات العليا لكنهم يتميزون بالحيادية المطلقة، لا يملكون ملكات المنطق ولا التفكير النقدي، تسهل السيطرة عليهم. جهزت علي، شايفين التحول المبارك؟ هاي مش وسخ، هاي ما ينسكبت. شعري متأخرة على الدوام تبعي، بس قلت خليني أحكي معكم بعد ما شفت البودكاست. ما بعرف، راح في بالي موضوع إنه احنا جيل التسعينات، واللي خاصة اللي بسمولنا تقريبا بالانجليش ميل نسيت الكلمة، نسيتها، نفيد رح اكتبها هون، اللي هما مواليد 1993 لحد تقريبا مواليد 97، اللي جابوا الافكار الحديثة او التغيرات بما فيهم مثلا صارت البيريد موضوع نحكي عليه عادي، اللي هما اول جيل بلشوا التغيير في بعض الاشياء او بعض الاشياء اللي كانت عيب مثلا. المهم لفت انتباهي شيء انه احنا جيل التسعينات، الجيل او اخر جيل تقريبا، كمان اعتقد شوي من الالفينات اللي هم بداية الالفينات، اللي عاشوا طفولة بدون لابتوب بدون موبايلات، واللي خاصة جيل التسعينات احنا الجيل اللي دائما عندنا نوستالجيا،
ما بعرف اذا كنتوا مثلي او لا، اكتبوا تحت في التعليقات. دائما عندي نوستالجيا للماضي، لمراهقتي خاصة اللي هي سنوات الالفينات الى حد 2010، اللي بس اجت الثورات الناس تغيرت، الحياة تغيرت. يعني مثلا اخر نزلة نزلتها لتونس، يعني بتذكر انه شعبي شعب طيب، ودايما يعني الناس تضحك وهيك، هي اصلا عشت طفولتي هيك، الناس كلها تضحك وتبسم لك وناس طيبة. حاليا الناس كلها يعني مكشبرها للصبح، الناس كلها زعلانة متضايقة على اي شيء، الناس بتتخاصم والاصوات تعلى، لانه صار المال اهم شيء. بدون مال ما فيك تتعلم، بدون مال ما فيك تاكل، بدون مال ما فيك تترفه، بدون مال ما فيك تتعالج. ففي هو وبيحكي هذا الرجل، يعني ما انا ما بعرفه، اللي كان في البودكاست بيحكي انه صار النجاح يقيم بمقدار انه قديش انت عندك فلوس، انه هذول الانفلونسر او المشاهير او هيك، انه نجاح معتبرين ناجحين ومشاهير لانه معهم فلوس، صار معهم فلوس. النجاح يقيم انه انت عندك بيت، عندك افخم سيارة، بتلبس يعني افضل براند. فهالشي خلاني انه اصفن. لهيك احنا هالقد عم نشوف هالشي في السوشيال ميديا، فبنظل انه بنتسأل على حياتنا، خاصة الناس اللي مشت منهج علمي وسخرنا حياتنا كلها للدراسة، لانه دايما بنقارن نجاحنا مش بالمكسب العلمي اللي كسبناه. هل احنا معنا فلوس او لا؟ هل احنا قادرين نسافر او لا؟ هل قادرين نوفر هالشي او لا؟ فما بعرف، حبيت اشارككم هالافكار. هل انتو الناس اللي من جيل التسعينات عندكم دائما نوستالجيا للمراهقة او الطفولة او لا؟ لانه انا دائما هيك بحس حالي كنت كثير حرة، حرة من ناحية ما فيش مسؤوليات، ما فيش التزامات، مبسوطة بالشيء جدا بسيط عندي. هلا بنعيش في وقت انه السعادة مربوطة بدي املك اكثر، بدي يكون معي اكثر، بدي اعيش هاللايف ستايل هذا بدون ما بفكر بالمال، بدون ما بفكر انه هالشيء اكسبنسيف او لا، هالشيء كيف راح اوفره. ما بعرف فهمتوا كلامي او لا، بس هذا هو الحديث الصباحي. واخذكم شكلي ما راح لحق على الترامفاي، فراح اخذ اوبر. تقريبا هيك جاهزين للدوام. يلا ليتس جو. يلا اصدقاء، سي يو. مراسلتكم ميرا من روسيا. Oh baby I love